هي عملية بسيطة بتحتاج بالزبط. تدي مخدر في بعض الأحيان. طبعا أنا ضد إن الطفل يتطهر بدون مخدر تحت مسمى إن الطفل صغير وما بيحسش. مفيش طفل ما عندوش إحساس ومفيش حاجة، أصل الجلد بتاع العضو الإحساس فيه عند حديث الولادة قليل شوية، فيلا بينا وهنعملها بسرعة، مفيش حاجة اسمها كده. لما باجي أديك حقنة بتخاف، أقطع جلد من إنسان حي، أقطع جلد حرفيا وهو صاحي وأصلا أنا مكتفه عشان هو طفل صغير؟ لا طبعا، لازم أي طفل، وأنا مهتم جدا بموضوع الألم ده عشان ما أعملش تروما للطفل، لازم ياخد بنج موضعي. ده احنا كمان قبل ما بندي الحقنة بتاعت البنج الموضعي ساعات بنستخدم سبراي أو كريم جل يهدي المكان اللي هدي فيه الحقنة، فالبيبي ما يحسش بالحقنة. ودي كمان مسكن، ودي كمان حاجات تنيم الطفل، وعاملها والطفل نايم مش حاسس بحاجة، برحلة خفيفة الطفل عدى من هذه المرحلة بدون تروما نفسية، خصوصا في الأطفال الكبار. هو عنده حديث الولادة يا دكتور، هيجيله تروما نفسية وهتكون مشكلة، ما هو خلاص هينسى بقى يا دكتور، يعني لك. هو مش واعي للي بيحصل. لك هقول لك بقى، مش يعني هو يعني ما عندوش الوعي الكامل باللي بيدور حواليه. ازاي بيجي لي الطفل مولود بقاله يومين ثلاثة، اجي طهره، ماما حطته على السرير، الممرضة مسكته، كتفناه، عملناه، ومديناش بنج، والولد روح مع ماما ونسي وكل حاجة. يجي لي العيادة مرة تانية، مجرد ما يشوفني أو ماما تحطه على السرير يصوت، مش يعيط، يصوت. الميموري عنده موجودة، فالولد مش مستحمل انه يتحط على السرير، كره الدكاتره وكره العياده. كمان لو طفل كبير شويه، ويمكن انا بلاحظ دلوقتي عندنا اخوه كتير سودانيين، فبيقولي عندهم تقاليد في الطهاره ان الطفل ما يتعملش وهو صغير، بيعملوا له حنه، بيعملوا له ريحه في طهره، في شعره اسف، حنه في ايده وحنه في رجله، بيلبس حريره وبيحط له ضريره وبيحط له سلسله وبيحط له كمون وبيحط له خاتم، وبيبقى عريس ولابس جلابيه وجاي متجهز. ويمكن العادات دي موجوده برضو عندنا في صعيد مصر. فيجي لك الولد كبير ويقول لك يلا نكتفه ونعمله شويه وينسى، والاقي الاب يقول لي ارجوك اعملها لي باقل طريقه مؤلمه. اقول له طب ما احنا ما نخليش الطفل يحس خالص، هو ليه الطفل يبقى صاحي ويفتكر زي ما حضرتك فاكر؟ ليه اعذبه؟ ده ممكن الطفل برضه، انت بتتكلم برضه في سن اكبر، سن اوعى، فبالتالي هو في الذاكره 5 سنين و8 سنين، فالطفل بيفتكر ان اتعمل له العمليه ديت، وممكن تعمل له تروما، تعمل له عجز جنسي بعد كده. البيبي مش مستحمل الموضوع وحاسس بالم تحت، ويجي يعمل حمام بيوجعه ويخش في تروما كبيره جدا. وبعدين بقى لو الطهاره اتعملت غلط او بآله غير متخصصه، لا اما بعد الشر الاقي الطفل بقى عنده كسر في العضو، اصل شاله جلد زياده، هقول لك حته جلد، ما هي الجلده دي احنا بنقيسها وبنرسمها، فلو اتشالت زياده انا دمرت العضو، او ما شالش اللي المفروض يشيله فلسه كانه ما اتطهرش، فيجي لي محتاج اعاده طهاره، او هو بيلحم الجزء مع بعضه ما اتبعش فحصل التصاقات، او مشاكل حصلت بعد الطهاره، سواء الولد عنده نزيف. وانا دايما اقول للاهل بعد الطهاره لو شفتي حاجه من الحاجات دي ما تسكتيش، فورا تجري على الدكتور اللي عمل له عمليه الطهاره. نزيف ودم ما بيوقفش، ريحه وحشه، شكل العضو مش مريحك، الولد على صرخه واحده وما بيعملش بيبي، انقطاع البول، الولد عنده التصاقات والعضو مرم جامد ومش عارف يخرج العضو من الجلد بتاع الطهاره، الولد عنده مشاكل بعد كده في فتحة التبول وضيقت، أو التهابات، أو التهابات متكررة في مجرى البول، أو إن الولد عنده جلد مش عايز يخف، الولد بقاله شهرين مش عايز يخف من الطهارة، أصل الجلد اللي اتشال كتير جدا. المدة الطبيعية